صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 25 لسنه 2023 بتعيين وكيل مساعد في وزاره شؤون الشباب وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى يعين السيد سعود يوسف محمد الحدي وكيلا مساعدا للدعم والمبادرات بوزاره شؤون الشباب